أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم دعاء صفة من صفات الله كان يقول يا وجه الله؟ لا، ما يجوز دعاء الصفة نفسها، إنما يدعى الله ويتوسل إليه بصفته، فيقال يا أرحم الراحمين ارحمني، يتوسل إلى الله بصفته سبحانه وتعالى، يا رزاق ارزقني، وهكذا، فيدعو الله ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته. نعم.